مرحبا بحضراتكم. الأستاذة فاتن بتقول إن زوجها توفي في الحمام وهي خايفين إنه دي يعني موتة ما تكونش يعني كويسة. إحنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يا ست فاتن، وده مكان زي باقي الأمكنة اللي الإنسان من الطبيعي إن هو يرتاد ويخش ويروح ويجي، فنحسن الظن بالله تعالى وأبشروا خيرا، وعليكم بالدعاء لهذا الزوج الكريم بالنسبة لحضرتك ولأب أولادك، نكثر له من الدعاء يا صاحبة السؤال.